طيب خلينا نروح للنجم الكبير الكابتن محمد حشيش، برضو نعرف رأيه في مباراة اليوم وإيه اللي حصل من وجهة نظره، برضو هو يشوفها من وجهة نظر أخرى. كابتن محمد، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام والله الحمد لله. الحمد لله. طيب، تعادل النادي الاهلي اليوم مع نادي سيراميكا كليوباترا، شفت المباراه ازاي خصوصا بعد نهايه المباراه وان ارقام النادي الاهلي اكبر بكتير جدا من ارقام فريق سيراميكا كليوباترا يعني على عكس المباراه السابقه مثلا؟ طبعا هبتدي من كلامك واقول ان النهارده يعني الاداء احسن طبعا من المباراه اللي فاتت طبعا، بس يعني ينقصنا لسه الكتير. اتفضل. بنوصل برضو للمرمى ومفيش تركيز، انهاء الهجمات، بنحط نفسنا في مواقف صعبه بتوترنا وبيحصل ضغط على اللعيبه، هم بيعملوا الضغط على نفسهم. نعم، لازم يبقى في تركيز من اللعيبه اكتر من كده، لازم كل واحد يقعد مع نفسه ويركز اكتر. نعم، سواء في التمرين او في كلام الراجل المدير الفني. نعم، عشان يعني ما ينفعش ان احنا نفضل نفقد نقط ورا بعض على طول على طول على طول. الناس مش هتستحمل، جمهور النادي الاهلي بيعمل اللي عليه وزياده حقيقي وبيدعم ولغايه اخر لحظه. النهارده الجمهور من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه حتى وانت مغلوب بيشجع وبيشجع جامد. فالدور بقى على اللعيبه، يعني في دور للمدرب بيعمله في التدريب، انما نعم. الملعب بقى ال 90 دقيقة ده بتاعة اللعيبة بتاعتهم كلهم. لازم كل واحد يركز في المهام اللي عليه، يحط في دماغه الناس مش هتستحمل يعني اي بطولة نختارها تاني. احنا بنتكلم كده من دلوقتي والحمد لله ان فقد النقاط يعني في بداية الدوري. نعم، انما مش عايزين نستمر كده لان احنا مش واخدين على صحيح مفيش خسارة، بس احنا مش واخدين على التعادل. النادي الاهلي لازم يكسب ماتشاته عشان باصص لهدف هو احراز البطوله. نعم، فقدناها سنتين. وفي نفس الوقت انت داخل على معترك افريقي بفرق قويه داخل كاس عالم للانديه، لازم ابقى رايح بانتصارات ومكسب، لان المكسب بيجيب مكسب وبيدي الثقه للعيبه كلها سواء اللي في الملعب او اللي بره. صحيح كابتن حشيش. تمام، لكن برضه محتاجين نتكلم في حلول. يعني انا كنت مثلا بقول، لسه كنت بتكلم مع جمهور النادي الاهلي دلوقتي وبقول لهم ان احنا مثلا الجيل اللي انا كنت بتشرف بالتواجد معاهم كنت دايما بعمل ايه، او كنا بنعمل كلنا ايه، بنقعد نتكلم مع نفسنا في المرايه. صحيح. يعني ايه؟ يعني انا كنت اقعد مع نفسي كده اقول ايه، انا النهارده وحش في التمرين، او الاسبوع ده انا وحش في التمرين، عشان كده انا ما كنتش كويس في الماتش، فبالتالي انا هتعب اكتر في التمرين. انا بتكلم على الحلول اللي ممكن اللعيبه بينها وبين بعض تتكلم صحيح. فيها. صحيح. فهل اللعيبه ممكن تلاقي حلول تانية ايه يقدروا يعملوها خلال الفتره دي؟ انا شايف ان اللعيبه لازم تتلم اكتر من كده، يلموا بعض اكتر من كده. لان ال 90 دقيقه دي بتاعه اللعيبه اللي في الملعب. نعم، يعني بتاعه اللعيبه في الملعب، لان انا اللي في الملعب صحيح نازل بمهام ونازل بخطه وتكتيك معين، بس انا كلعيب عندي الابتكار في الملعب. نعم، وعندي الرجوله في الملعب، عندي اللمه في الملعب، دور اللعيبه الكبيره في الفرقه. انا سمعتش الفتره الاخيره ان اللعيبه قعدت مع بعضها اتكلموا او قعدوا عند حد فيهم او اتلموا زي ما كنا بنسمع. واحنا عارفين الكلام ده لازم نقعد نتكلم ونقول في حاجه غلط موجوده، في نعم. حاجه غلط موجوده لازم نعالجها. نعم. كل خط يقعد مع بعضه واللعيبه تقعد مع بعضها، انت قصرت في كذا، انت لازم كذا، انت لازم تعمل كذا، انت ما تتمرنش كويس، انت مش مركز. لو حد مش مركز في الملعب مركز في حاجه تانية، لا ما ينفعش. لان المسؤوليه كبيره على اللعيبه. صحيح. الفانيله الحمراء لها يعني هيبه ولها شخصيه، ما ينفعش نفقدها ابدا ابدا. صحيح. يعني لان ما حدش هيسمح بكده، لا الاداره ولا الجمهور هيسمح بكده، فهم في الاول وفي الاخر هم الخسرانين. مظبوط. لازم يلموا بعضهم ولازم يركزوا، ولازم في التمرين يتكلموا مع بعض ويقعدوا بعد التمرين، واذا كان في فترتين لازم برضو يقعدوا مع بعض بين الفترتين. لازم الحاجات دي كلها تتصلح. يعني صحيح. الحمد لله احنا لسه في زي ما قلت لك في البدايه فقد النقاط، والحمد لله مفيش خساره وان شاء الله مش هتحصل الخساره، بس لازم يبقى كل ماتش استفيد من اخطائي. نعم، لازم يبقى في حلول كمان في الملعب.
لازم يتكلموا مع بعض، لازم اعتقد ان الراجل متكلم معاهم في حاجات كتيره. احنا ما شفناش حتى الكورنر اللي بتلعب او الكوره الثابته، يعني كان في بدايه الموسم السنه دي بتشوف اكتر من حل، مفيش تصويب. يعني لازم يبقى فيه حلول، هم مع بعضهم لازم يقعدوا يتكلموا. نعم، مهم قوي اسلام الحته دي طبعا. ما حدش هيصبر. يعني انت ماتش في الثاني، احنا مش متعودين على كده، يعني احنا مش متعودين على الكلام ده طبعا. احنا متعودين. وبالمناسبه اللعيبه دي تحديدا عارفه كويس جدا الكلام اللي احنا بنقوله. يعني اللاعبين دول عندهم يعني ياما جابوا بطولات، مجموعه اللاعبين اللي موجوده دي ياما جابوا بطولات للنادي الاهلي. يعني انا دلوقتي قبل بس ما اكمل كلامي، احصائيه المباراه قدامي يا كابتن حشيش. ايوه، الاهلي 73% استحواذ، سيراميكا 27. نسبه كبيره جدا. تمرير، لا خد بال حضرتك بقى كمل. تمريرات النادي الاهلي 612 تمريره، تمريرات سيراميكا 239، يعني اكتر من ضعف ونص. مفيش نسبه، يعني مفيش نسبه. طيب المحاولات على المرمى 24 محاوله، منهم 10 ما بين القائمين والعارضه، على الجانب الاخر 6 محاولات ومحاولتين ما بين القائم العارضتين والقائم. طب دي بص الفرق الكبير في العرضيات يا كابتن. العرضيات 36 عرضيه للنادي الاهلي، 3 لسيراميكا. طب استغلال الكلام ده فين بقى؟ يبقى في حاجه غلط في اللعيبه. اكمل لحضرتك الركنيات. فضل. بس اتفضل. الركنيات 15 ركنيه، ركنيه وحيده لسيراميكا، تسللات 4-1. يعني دي الارقام يا كابتن، يعني دي الارقام مش النادي الاهلي اللي عاملها، ولكن دي الارقام اللي طالعه من الاحصائيات. اتفضل يا كابتن. انت عارف المشكله كان بيبقى يعني لو انت ما بتوصلش، لو انت عندك ميس باص، لو انت ما عندكش تمريرات، ما عندكش عرضيات، نعم، ما عندكش فرص. انما كل الكلام ده ومفيش، يبقى الغلط واضح يا كابتن. او يعني الغلط، او انا اسف، المشكله اللي عندنا واضحه ان احنا طبعاً مش عارفين نجيب جول، ودي مشكله كبيره. لان هو في الاخر كل الاستحواذ وكل العرضيات وكل الكلام ده عشان ايه؟ عشان احرز اهداف. صحيح. ده ما بيحصلش. ما بيحصلش ليه؟ يبقى في حاجه غلط من اللعيبه، في عدم تركيز، في ما حدش بيموت نفسه على الكوره. لازم اللعيبه تقعد مع بعضها. احنا مرينا بظروف اصعب من كده، بس طبعا كنا بننزل بنقول الماتش ده هنكسب هنكسب. هنكسب هنكسب، لان عندنا المقاومات. وزي ما انت بتقول يا اسلام، اللعيبه دي جابت بطولات حقيقه، جابت بطولات كتيره للنادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. طبعا، وثالث كاس عالم وسوبر. بالظبط، هم نفس اللاعبين الحقيقه، هم يعني هم ما زادش عليهم حاجه. يعني فاحنا مؤمنين بالامكانيات بتاعتكم حقيقي، وعارفين الكلام ده، وفي دعم كامل. صحيح. خلاص الدور اللي باقي، كل عنصر عمل الواجبات بتاعته الا اللعيبه دلوقتي. المشكله فيهم بقى، هم اللي يقدروا هم يخرجوا نفسهم من القصه دي ويفرحوا الجماهير تاني، ويركبوا الدوري ويدخلوا حتى على البطولات اللي جايه بنفس، ويبقى فيه تصميم على البطولات وعلى المباريات بتبدا من الماتش. نعم، كل ماتش لازم اصمم ان انا اكسب، عشان المكسب هجيب مكسب، والمكسب هجيب بطوله، وهجيب بطوله ثانيه وثالثه. احسن لعيبه موجوده. صحيح. امكانيات متوفره بشكل كبير. فانت ما عندكش حاجه. وبعدين اللعيب لازم يعرف برضو ان انا فتره لعب الكوره محدوده. لازم ادي فيها كل طاقتي وكل تركيزي وكل اهتمامي، عشان ان انا اقدر اسعد جماهير النادي الاهلي. لان طالما لبست فانيله النادي الاهلي، انا مش ببسط الجمهور بس ماتش ولا اثنين، لا، ده انا سنين. صحيح. النادي الاهلي غير. صحيح. النادي الاهلي يعني مش متعود على الكلام ده. انا بشكرك جدا كابتن محمد حشيش، نجم النادي الاهلي السابق.